مشاهدينا السلام عليكم، كنتم لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا ان شاء الله. عن اليوم عندنا العاشر، نعملوا التريده وكما كتشوفوا دابا قطعنا. دابا نخليوها هي تطرح شويه ونمشيو للكانون نبداو نطيبوه. مشي جيبو كوفاش نطيب. هادي الميدونة، شو الميدونة وغادي تجي هنا نعقو عليه. هو مدار ما هي بريد هاي بلوها عن نبا قريحة قريحة هو ده بح مش ميقلكم شوفي لها رستدي هي نصابة فأنا أصطابكم خرج من ده ليش قيل الكراسات هي تنة ونجيش أنا كم كراسة راهم بنجيسوا عليهم وتبع شي سوها من هذا التبين ها؟ أفقنا في اليسر والبيت جلع هايدوم انت هايدوم انت اخوتي بعد نعاس شين يكون هذا الزيت الزيت ايش بعد عين وباش يقي وهم واجب الزيت ويه هو الزيت هو هاي حمية عيد ولوخي وخلي مصوت شوية عند الآخر شمية وقرأ شوية مزيان خلي شي تاي كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاعزاء الدجاجه كد تبيض كنلتقطوا لكم احسن ما كاين في عمليه التوليد كما كتشوفوا سبحان الله حتى الدجاجه كتوجع ملي كتبيض ما شاء الله ما شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عمرها لولدي دجاجي. فيليسيتاسيو. مبروك مبروك زيادة. سبحان الله. ما يجيب ذيك الايدي الدجاجة ما تشرني. إن شاء الله. فتا الدجاجة أحمر أحمر. يقول له شي بنت. دابا جدودي دابا كنا شوفي ماشي هاد الماشين ما جي في القوايع أميرة اجي جلس أميرة هم يجيبوا شيء من هنا. هلا زيت. هذا هيك ماشي. هذا هيك ماشي. ما يبغى الزيت ما يجيش من كذا. هاي تخاطة وخش شقي. كل ما يبغى شيء
جبر عجبه جيب مقاسي هي تمي مولات باقي دا قلت لها كان 3 سنين تحت دم الدوره طويله بقى المدوره دوره بقى صافي ساليتو قريب نسالو ما بقيش بزاف باقيين 3 قولي الله يرحم له لوليدي تمانية.
الصحة والراحة. الله يخلي الله يجعل بارك، الله يرحم الوالدين.